هستسمحكم لف الورقة معايا كده عشان ايديا مش هتلف الورقة تلف ادي الطيار للداخل وادي المجال الخارجي القوة بقت فين اهي اي انه نشأت قوة في مستوى الصفحة المجال الخارجي كان في مستوى الصفحة من اليسار لليمين والطيار الى الداخل نشأت قوة في مستوى الصفحة لأسفل شوف اهو آه ادي الطيار ادي المجال ادي القوه مش دي قاعده فليمنج اليد اليسرى قوه مجال طيار الله ده التجربه بتتكلم تمام يبقى هنا بكل الانسجام هقدر اقول له التفسير ولا في الاحلام كان بفسر احلام هذا السلك كان المجال الخارجي في مستوى الصفحه من اليسار لليمين وكان السلك عمودي على الصفحه والتيار الى الداخل مرة تيار بالسلك نشأت عنه نشأ عنه مجال مغناطيسي في شكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك وبالنظر مجال السلك مع المجال الخارجي في أحد الجانبين من السلك وهو العلوي بالصفحة وعكسه في الجانب الآخر وهو السفلي بالصفحة فأصبح الفض متزاحم في أحد الجانبين العلوي بالصفحة وأقل بالجانب الآخر، فاتجه السلك بقوة نحو المجال الضعيف أي في مستوى الصفحة إلى أسفل، أي نشأت قوة عمودية على كل من المجال والتيار. وأشكركم وأتمنى أن نلتقي على خير في الحلقات القادمة مع جزء ممتع جديد من منهج الفيزياء وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.